ما نعرفه قرا معايا دوزون مربي مخلق يصلي ينقي المساجد مؤذن يدير الخير وجامي زعما هكا يشوطنا كلها دائما عندها كلمه الخير يقولها ما عندهاش كلمه الخير ما يهدرش ما كانش واحد زعما هكا هدر فيه هضره زعما هكا ماشي مليحه ولا ما كانش ومسكين من انجليزي ودرك هو الدوله بورطابل الدوله صوره زادوا ضربوه سي بون انجليزيتو كون رحتوا على تزيدوا تضربوا راهم انت مسكينه محروقه عليه حرام وعندها الباك ومسكين ودائما ديجا النصيحه تاع التاليه فيسبوك قالنا ننصحكم بصوالح بر الوالدين صالات واطعام للفقير وتضحك لليتيم باسكو الدنيا لعل الخاتمه قريبه هذه هي النصيحه التاليه تاعي اللي قالها الحمد لله شوفي لا طلب مني رساله نديرها له انا اعطيتها للمدير فاكسه هذا هنا ماما اليوم حشينا ماما وصلات هذا معليش شنو نقول لكم الله يرحم والديكم كثر خيركم ويرحم والديكم هذا المصاب هذا جاء فاجعه علينا ونتمنوا ان شاء الله يكون في رضوان الجنه هذا ما نقولوا ولا رضياز يرحم والديها وعلى رأسها السي قادة الشافعي والأخ سي حنصال كثر خيرهم يرحم والديكم وبارك الله فيكم هذا ما نقول لكم يرحم والديكم وبالنسبة لجلال هذا خونا هذا إنسان كبر على الطاعة هو شاب في عمره 18 عام كبر في المسجد كبر في مسجد الهداية كان ينظف في المسجد كان يقوم بمبادرات في مسجد الهداية وهذا هو المجتمع اللي وصلنا له كما قلناها قبيله دروك انسان صباح يربي ولده لكن ما يسلكش يربي ولده في المجتمع ويتعب عليه وكاع ويجيه المصيبه اولا الحضور تاعنا اليوم حضور لتخفيف من الوقع الفاجعه التي ألمت بالعائلة تاع الله يرحمها جلال واش نقول اليوم يعني اكتشفنا يعني المرحوم قمة في الأخلاق اكتشفنا قمة فيما يخص المحبة اللي خلقها اللي خلقتها له التربية تاعو تاع التربية نقول أنا تاع الوالدة تاعو تاع الوالد تاعو يعني محبوب من طرف جميع الأصدقاء تاعو في الثانوية كان يقوم بعمل جبار عمل إنساني تقالوا لي باللي كان يضحي من وقته باش ينظف الجامع تعرض لغدر من طرف شباب طائش يعني اللي ما يمثلوش الثقافة والمجتمع والأخلاق تاع الشعب الجزائري يعني هادو اشياء راهم يدخلوا علينا نقول احنا باللي هذا التواصل سلبي يعني اللي ما عرفش الشباب يعني الشباب تاعنا اللي راه ما عرفش يتجنبوا نقول باللي جا الوقت وين تكون هناك يعني تكون هناك يكون هناك عمليه وتكون هناك يعني عمليه تحسيسيه كبرى على مستوى المدارس على مستوى الثانويات على مستوى المساجد على مستوى المنزل لان اغلبيه الوقت يقعد فيه الطفل ويقعد فيه الولد تقعد فيه البنت مع الاب والوالد حتى نتجنبوا كوارث مثل هادو شتو يعني طفل بريء يعني كمل تنظيف المسجد متجه الى المنزل تعرض من طرف يعني نقول انا مجرمين يعني وهادو المجرمين باش وصلوا هذه الطريق حتى انهم مروا يعني ولقاو يعني ما لقاوش شكون اللي يوجههم نقول باللي ان الدرك الوطني ولا الامن الوطني وحدهم ما يديروا والو لازم تضافر الجهود لازم تضافر الامام كما قال الاخ لازم تضافر الوالدين لازم تضافر المعلم الاستاذ يعني المحيط يعني العائله الكبيره والعائله الصغيره باش نحاولوا نتجنبوا فجيعات كما هذول اللي راهم يألموا كثيرا يعني المحيط المقرب للضحايا سواء من الاب والابن والاخ واش نقول ان شاء الله يعني دائما نحاولوا يعني نواصلوا بالعمل التضامني تاعنا وباش نخفوا من هذه وان شاء الله يعني هادو الصوالح تاع الاختطاف والجريمه الغير يعني الجريمه الغير الواحد اللي ما يكونش يقارعها الصوالح هادو يعني ان شاء الله يبتعدوا في اقرب الاجال عن المجتمع الجزائري